أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أمس الأحد، قالت فيه إن إيران والسعودية سترسلان بعثات دبلوماسية لتفقد المقرات الدبلوماسية، وهي أول زيارة دبلوماسية متبادلة بين البلدين عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما في يناير عام 2016. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الزيارة ستتم بعد انتهاء موسم الحج. الجدير بالذكر أن الرياض قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في اليوم التالي للهجوم الذي تعرضت له السفارة السعودية لدى طهران، وجاء الهجوم في إطار مظاهرات غاضبة في إيران احتجاجا على إعدام السعودية ل47 سجينا متهمين بهجمات إرهابية من بينهم رجل الدين الشيعي نمر النمر.